السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه الحمد لله. اليوم جيت نوجد معكم واحد المسمن. صراحه انا قلت غادي نديروا الفطور للدراري وقلت لهم نشاركوا معاكم، وهانتوما معايا. عندنا في المقادير عندنا جوج زلافات ديال الدقيق الابيض فورس وزلافه ديال الفينو. صافي، وعندنا واحد المعلقه، معلقه صغيره ديال السنيده، وعندنا واحد قد هكا ديال الخميره. صافي، والملحه صافي. نجيبو بالماء، ولا تكون دافية. بصراحة هاد المسمن منكدبش عليكم، كنت كديرو دوستي هي اللي كانت كتير، كانت كل صباح كنفيق وكنلقاوها دايرة المسمن، وأنا تعلمتو منها. صافي، نجمع العجينة ونرجع لكم. هاهي العجينة بعد ما دلكتها. صافي، دابا غادي نشدها وغادي نديرها في السلوفان وغادي نخليها ترتاح ونرجع معاكم باش نديروها كويرات. هاي العجينه بعد ما ترخفت ليا، دابا غادي نديرها كويرات. دابا يدينا بشويه الزيت صافي، وغادي نديرها كويرات ونرجع معاكم. هاي العجينه بعد ما درتها كويرات، هاي درتها هنايا وغطيتها. هنايا درت واحد الخلطه، صراحه هذه كتسهل عليكم الماموريه. كنذوبوا الزبده وكنديروا معها الزيت وكنديروا معها الفينو، كنخلطوهم بحال هكا وكندهنهم وسط المسمنة. صراحه هذه الخلطه راه سهله عمليه، ودغيا دغيا كتهنيكم. ما تبقاو دير هذه بوحدها، هذه بوحدها، هذه بوحدها، هذه فيها كل شيء شي حاجه عمليه ودغيا كتسربي. نبداو باول وحده درناها، ضروري غنديرو الزيت بوحدها. تجيكم ساهلة ودغيا غادي تصيب ليكم مسمن، مغاديش تبقاو واحدين بعين. المهم انا هاد المسمن راه غندير وحدة في وحدة، مغاديش ندير كل وحدة بوحدة. باش يجينا قطعناه كاع. صافي، غادي نديرو لهادي هكا. كتجيكم ساهلة وهي كيما غتشوفو كيفاش غايجي.
طالي زربت عليه هيا كنديرو وحده وسط وحده خط قطع ماشي مشكل باش ما يدكش هاهي المسمنه درتها وسط المسمنه دابا غندير لها بحال هكايا هو غادي يجي كبير صافي غادي نخليها تنكمل هذا المسمن كامل اللي عندي ها هو المسمن بعد ما قرصته كامل صيبته دابا غادي ندي هذه غنقرصها وغنديها فوق المقله الطيب وانتبه معايا هاي المسمنة غادي نحطها في المقله هاد المسمن راه غيجي بحال ديال الزنقة هاد المسمن الكبير اللي كيتباع فيها غيجي بحال ماشي بحال ديال الدار اللي توحشات المسمن ديال الزنقة واخا صراحة الحاجة ديال الدار حسن من ديال الزنقة راه هو هذا يطيبو نتوما معايا هذا هو الشكل النهائي ديال المسمن اللي وجدته معكم اليوم ها هو هذا دهنته بالزبده والعسل وهذا خليته بالدهين ها هو كيفاش كيجي مورق انتوما شوفوا كيفاش كيجي راه كيجي زوين كيجي مقرمل صراحه انا ولدي كيبغي بالفرماج داكشي علاش خليته لي هكا كنتمنى من الله ان هذا المسمن اللي درت معكم اليوم يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم انتم شوفوا كيفاش كيجي مورق وساهل ودغيا كيتصيب ايوا معنا شويه الكيكه صراحه هذه الكيكه ماشي انا اللي صيبتها صايبه راجلي جات زوينه ما نكذبش عليكم صافي كنتمنى من الله هادشي يعجبكم وينال اعجابكم وبسلامه عليكم ونتلاقاو مره اخرى في فيديو اخر مع السلامه